السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث. حدثنا لهذا اليوم هو تصويت نواب الجمعية الوطنية على الذين أدلوا بأصواتهم اليوم لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين في الخارج. ويمثل الموريتانيون في الخارج ويمثل عفوا الموريتانيون في الخارج حسب ما ينص عليه الدستور الموريتاني بأربعة نواب يمثلون الجاليات في إفريقيا، آسيا، أوروبا وأمريكا بمعدل نائب لكل قارة. عن الجانب الفني البحث نتحدث في هذه الحلقة، ونستضيف لهذا الغرض الخبير الانتخابي المستقل محمد المسيدي الملقب بدنا. أهلا بك ضيفي الكريم. إذا بداية، ماذا عن الجانب الفني لهذه العملية تصويت واختيار النواب الموريتانيين في الخارج؟ طبعا هذه نظمها القانون الأخير الذي تم اتخاذه مالو ياسر، ينص على أن يتم انتخاب النواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج، وعددهم أربعة. نعم. أربع دوائر حسب القارات، وطبعا إجراءاتهم معروفة موجودة في القانون والمراسم اللي، وخاصة المرسوم الأخير اللي يقضي بساعي الناخبين لانتخابهم. وطبعا في القانون يقول عنهم يتم انتخابهم بالطريقة اللي خلقوا بها اليوم، اللي هو أن يزرق عليهم نواب. نعم. طبعا هنا يطرح إشكال. لماذا؟ لأن الدستور يقول عن هذا النواب اللي هم أن يتم انتخاب الاقتراع العام المباشر اللي هو تصويت الشعب مباشرة. نعم. وهذا الاقتراع العام غير المباشر، يغير ما أكبر الإشكال اللي يطرح هذا من الإشكال اللي طرح حالا تصويت الموريتاني في الخارج من رأسهم. أنا أذكر أن الأستاذ بوبوط رحمة الله عليه، نعم، أنه أراني مرة مشروع نصي مش قانون، نعم، ينص فعلا على أن كمرحلة أولى ونظرا لظروف الاستعجال يمكن تصويت على النواب الموريتانيين الممثلين للمواطنين المقيمين في الخارج بصفة استثنائية عن طريق يتم انتخابهم عن طريق الجمعية الوطنية بصفة مؤقتة، يعني استثنائية، على أن يتم انتخابهم بطريقة اللي قال هذه الظروف يعرفوها لها القانونية. طبعا بالنسبة للقانون الحالي اللي نص على طريقة انتخابهم عن طريق الجمعية الوطنية قانون نظامي، والقانون النظامي من شروطه ومن خصوصياته أنه لا يتم إصداره من قبل رئيس الجمهورية إلا بعد أن يتم الموافقة عليه على دستوريته، تأكيد دستوريته من قبل المجلس الدستوري. هذا القانون رأيته في نصه، يعني لقد استهل نصه بالقول بأنه تم إصداره بعد أن أقر المجلس الدستوري دستوريته. بمعنى ذلك أن المجلس الدستوري هو اللي يعرف المبررات اللي اتخذ من أجل إعلان عن دستوريته، حتى أجاز لرئيس الجمهورية أنه يصدره. هنا تريد نرجع شوية على مشاكل اللي الموريتانيين في الخارج تصويتهم يعترى تسجيلهم، معناه إحصاهم. والإحصاء هو نذكر بأن هناك قاعدة، لست أدري شنو هي قيمتها القانونية غير بعد نعرف أنها خارجة. هذه القاعدة عن اللجنة المستقلة للانتخابات اللي مكلفين بالإحصاء الإداري الطابع الانتخابي. اشترطوا على الحكومة في اجتماع حضرته بين وزراء الخارجية والداخلية أنهم ما ينظموا الإحصاء، معناها ما يديروا حد في اللائحة الانتخابية في الخارج، ما ينظموا إحصاء في الخارج إلا في دولة فيها ممثلية للحالة المدنية، وبالتالي أعفي حتى الآن من هذا الحق السنغال اللي فرك وقس عليه ما لم أقل، معناها عن قليل من الدول اللي فات جاتها الحالة المدنية. نعم. وبالتالي هو في كلامي. وبالتالي فهم إشكال يتعلق به اندرقاء اللي كانوا اللي الموريتانيين اللي في الخارج هم اللي صوتوا على نوابهم، كان ذلك على يعود يجيب الحقيقة والله ما
نعم نتبعوا هاي قاعدة ما يسجل ما ما ما, ما يسجل باللائحة الانتخابية ما هو ما منظم الإحصائي لدائرة طعام انتخابية ما هو في دولة فيها حال مدنية كم الدول فيها حال مدنية ثانيا لا يتم التصويت لا يتم تصويت إلا في بلدة فيها أكثر والله 100 زاجر من الناخبين هي اللي من فوتلين تزجر في يعدل الإحصاء وتجبر 100 زاجر عندها شروط كامل تامة يعدل فيها التصويت معناها أنا أعتقد ولا ما نبرر بها عملهم غير أعتقد أن تصويت الموريتانيين في الخارج أنه يطرح إشكالية حالا نظرا لصعوبة صعوبته وهنا تيه أذكر أني كنت بموقعي في وزارة الخارجية مكلف بتنظيم الانتخابات 2009 في الخارج لأول مرة وحاجة لعنه وعدل لعنه في قريب من 20 دولة يغير اللي يجبر فيه من المشاكل ما وعد إذن أعتقد أن المشرع أقر هذا النواب الممثلين الموريتانيين في الخارج وبقي عليه أن تتخذ أن يشترط ظروف أقل ظروف ملائمة من أجل أن يكون ذلك ممكنا معنى حتى يكون يتم انتخاب هؤلاء الموريتانيين هؤلاء النواب الممثلين الموريتانيين المقيمين في الخارج بطريقة الاقتراع العام المباشر هنالك شروط يجب أن تتوفر وحسب اللي يضعها الليانة أن لم تتوفر حتى الآن وبالتالي كون الدستور كون القانون والدستور بينهم شيء هذا واضح قطعا عن الاقتراع العام اللي اليوم خلق ما هو اقتراع عام مباشر غير ملي كونه ما عنده ما يبرره عنده ما يبرره وأنا بعد أن تنحج عندي فيه كون أستاذ بوطة اللي قلت لك اللي مرجعية في القانون العام القانون الدستورية معروفة رأيته بعيني هذه مشروع كان معدله يقول فيه عن كمرحلة أولى طبعا لا يعد مراعي فيها ظروف واستعجال يمكن أن يجري الانتخاب بصفة غير مباشرة كمرحلة مؤقتة في انتظار أن تكتمل الظروف اللي تجعله قد يعدل إذا القضية تتعلق استحالة استحالة تنظيم تطبيق مقتضى الدستور بصفة اللي قايل بها لكن هل ما تم اليوم من انتخاب غير مباشر للنواب الموريتانيين في الخارج هل هي ظاهرة يعني استمرارها يعني هي اليوم تنظم بصفة يمكن أن نطلق عليها مؤقتة أو استثنائية لكن البقاء على هذه الصفة هل هي ظاهرة يعني دستورية صحية هل يمكن الاستمرار فيها؟ أنا لست خبيرا دستوريا وإنما أنقل لكن فقط هل هي بأمانة دستورية صحية؟ أنقل بأمانة أقول بأن الدستور الموريتاني ينص على أن النواب يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر ولا استثناء قلت عن جهة قانون ذاك القانون قال عن يجم عن هذه الجماعة أن يتم انتخاب النواب الممثلين الموريتاني المقيم في الخارج عن طريق الجمعية الوطنية عن طريق غير مباشر الاقتراع العام غير مباشر وبط قلت عن هنالك اليوم فهم إشكال حتى لو كان خلق مولي انتخابهم بالاقتراع العام المباشر يعود فماتي أكثر من إشكال نظرا لظروف ما يتوفر في الخارج هذا هو ظاهر لي اليوم كم من مكتب في الخارج انتخابات عدلوا منين عدلوا السعودية عدلوا الإمارات عدلوا فرنسا من أوروبا فرنسا وحده في إفريقيا عدلوا في غيني بيساو عدلوا في كوت ديفوار عدلوا في غامبي والفديلات السنغال ما يعدلوا فيها من إفريقيا بالنسبة لأمريكا ما يعدلوا فيه فهمتني أمريكا ما يعدلوا فيه معناها والشروط الشروط قلت لك شروط عن اللجنة المستقلة مش اشترطت أنا ما تعدل لائحة انتخاب معناها ما تسجل في اللائحة انتخابية الدولة ما هو واحدة فازية من الحالة المدنية فهمت وقلت قاعد تجي الحالة المدنية تعذر أنا أعتقد أن هنالك إشكال قانوني مطروح ولكن هنالك كان سيطرح انتخاب هؤلاء عن طريق الاقتراع العام المباشر أكثر من إشكال وهون هو اللي عدل ببطرة رحمة الله عليه يقول أن يمكنه بصفة استثنائية
استثنائية. نعم. انتخاب النواب الممثلين مثلا من الخارج هاي المرة بصورة استثنائية عن طريق اقتراع غير مباشر. وهو ما حصل عليهم. أعتقد أن نعم. هذا الاجتهاد ربما يكون هو الذي توصل إليه المجلس الدستوري بدراستهم حتى أقروا بدستورية القانون النظامي الحالي اللي تم اعتماده بقى على أساسه مرسوم وتم خلق اللي خلق اليوم. نعم. ورأي نعم. الله تعالى. لكن بهذه المعطيات يبقى الكثير من الموريتانيين والجاليات في الخارج خارج نطاق خارج دائرة التصويت في الذي يكفله لها القانون. إذن هل هذه مثلا ثغرة في اللوجستيك أم في القانون؟ أنت لا تقول باقي بعضهم باقي كامل. نعم. هو الموريتاني المواطن المقيم في الخارج اللعبة ذي المرة ما حضروا فيها. نعم. فهمت. نعم. يغير إذا كانوا اللي نسمح لهم بالتصويت وتم تطبيق ذي اللي قالت اللجنة معناها تعادل فيها إلا 6 دولهم واللي معدل فيهم. انظر كان ذاك لا يعطي الواقع لا يعكس الواقع ما يعطيه ما يعكس الواقع عزمة اختلال. نعم. فهمت. وبالتالي إذا كان يخلقوا عندك نرى كان عندهم الوقت بين اتخاذ القانون إلى اليوم كان عندهم الوقت اللي بيمشوا بعثات شور الدول كامل اللي فيها جالية ولا فيها الحالة المدنية. نرى كانوا اللي عندهم الوقت عادوا بعصا سحرية عادوا عندهم مكاتب مثل ممثليات الحالة المدنية في عامة الدول كان عندهم الوقت اللي عادوا فيها إحصاء إداري انظر كان الناس اللي في الخارج وهذا طرح مشكلة كاملهم يستجيبون للظروف اللي تتجعلهم عندهم الحال تعدلهم الحال المدنية والله ما انظر كان لو عدلتهم لا يتوخذ بطاقات في الوقت مناسب. هاي ظروف أتصور أن هاي ظروف كامل هي اللي كان اعتمد عليها بوتر قال قوله وربما يكون اعتمد عليها المجلس الدستوري. وبالتالي القضية واضحة ذا اليوم ما ينقالوا اقتراع عام مباشر. نعم. غير مباشر إذا ما ورقا دستور حق. نعم. غير النص القانوني قايل عليه المجلس الدستوري. نعم. إنه دستوري حالة استثنائية. على ما اعتمد على ما اعتمد ببوط في الرأي قلت لكم عني شفت بعيني الكاتب مرحلة معينة بعد ما رجع عنه وذاك إذا الله تعالى. نعم. في مشكاليات استحالة ربما استحالة ما 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 يمنع ما 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 يؤدي التناقض بين دستور القانون. نعم. إلا ظروف خارجة عن القاهرة. نعم. لكن إشراك الجاليات عالميا في عملية انتخاب يعني شيء طبيعي يحدث في أغلب الدول. لا أدري ما السبب وما الثغرة في هنا في موريتانيا بالضبط. إذن بعد فاصل قصير سنعود إلى الموضوع لكن بزاوية أخرى وهي المسار الانتخابي والدستوري لرئاسيات 2019. أهلا بكم من جديد. أنتم معنا في برنامج الحدث على شاشة الساحل نناقش فيه ما تم تصويت الجمعية الوطنية اليوم على النواب الممثلين الموريتانيين في الخارج. ناقشناه في الجزء الأول ناقشه في الجزء الثاني المسار الدستوري والانتخابي لرئاسيات 2019. أعود إليك ضيفي محمد المسيدي الملقب بدنا خبير انتخابي مستقل. إذن ما هي المرحلة اللاحقة بعد هذه بعد انتخاب الموريتانيين في الخارج؟ طبعا الأجواء تتجه الآن إلى تنظيم رئاسيات 2019 في موريتانيا. إذا ما هي هل 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 يعني هناك ظروف مؤاتية الآن من ناحية الفنية بحسب رأيك وما هي الظروف الفنية المطلوبة للتحضير لهذه الانتخابات؟ لا نقول بعد قاع عن اليوم من يتم انتخابها والقوم الأربعة يكتمل البرلمان الجمعية الوطنية هيسة. نعم.
وهنا تذكر معنا الدستور مرة يقولها البرلمان مرة يقولها الجمعية الوطنية ذو كله كله صحيح. نعم. إذا اكتمل عدمات 157 نائب موريتاني فيهم 4 يمثلون موريتاني مقيمين في الخارج صفة اللي يمثلون بها شني. وطبعا إذا اكتمل هذا ولا هي بعد نهاية الشهر لا هي تنفضل من الدورة البرلمانية وهون من نخرصوا النصوص القانونية المنظمة للانتخابات لا هي نجبروا عن قدامنا الانتخابات الرئاسية عاد ما تتبعي نظر كان نقدر نعرفه اليوم اللي يا الله يخلقوا فيه الانتخابات الرئاسية يوم هذا السؤال ياسر عنه الدستور يقول عن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فترة زمنية محددة سابق وفي المنظر الحالي المأمورية الحالية طبعا هاي المأمورية الحالية بدأت عند تنصيب الرئيس الحالي الرئيس الحالي تم تنصيبه يوم 36 غشت 2014 معناها عنه يلا يوم واحد منتصف الليل توفى مأموريته معناها أن يلا خرصوا الفترة اللي قال لنا الدستور شنهي قال لنا 45 يوم سابق يوم وفيان المأمورية هذه على الأكثر و30 يوم على الأقل وهذه الفترة اللي هي بين 45 و30 15 يوم قد يعدل فيها الانتخاب أي يوم منها به اللي القانون المطري عن المرسوم القاضي بساحة الناخبين هو اللي حدد يوم الانتخاب يقعد يوم الحد يوم الاثنين عنده الحريفة غير من يمشوا على القاعدة المتبعة اللي هي عن الانتخابات عادة عندنا تعود إلى يوم السبت هاي فترة 15 يوم فيها لا يوم السبت مرتين في يوم السبت 22 يونية ويوم السبت 29 يونية معناها عن على هذا المقياس تعود الانتخابات الرئاسية يا الله تخلق إما يوم السبت 22 وإما يوم السبت 29 نعم هل احتمال من ذم الصح منين فوتوا نقدروا يوم الانتخاب ليس يحدد لنا القانون شيء عند الدستور نقص القانون يحدد لنا القوانين مرسوم القاضي حيز الناخبين يلا 60 يوم سابق يوم الاقتراع إلى قبلنا 60 من 22 يونية لا يجينا ب 15 أبريل وإلى قبلنا 29 لا يجينا 30 أبريل معنى مرسوم القاضي ساحة الناخبين أي يخرج من نهاية أبريل ولين فما تم اللي يحدد ان المرسوم من ذم عن المرسوم القاضي بساحة الناخبين لا يتحدد ان انت تنطرحوا ملفات ترشح وانت يزكى وش نبتها اذا معناها عن خلاصة خلاصة عن المرسوم القاضي بساحة الناخبين وذكرهم بانه مرسوم رئاسي ذي المرة ما اخذ عن طريق مجلس الوزراء وانما هو مرسوم رئاسي والمرسوم يلا يؤخذ في نهاية ابريل وجوبا وعن الإجراءات الأخرى كامل سنة تعود في بحر شهر مايو غير ذلك كامل سابقوا شيء في عندنا لائحة انتخابية قطع عدلنا هذه اللائحة يلا تراجع يتم مراجعة لائحة انتخابية صفة استثنائية والله صفة عادية عادية تبدأ من 1 أبريل ما تاتي لا تخلق معنا ما عندنا مراجعة استثنائية يجي مراجعة يلا تخلق يلا تخلق وتصوري أنا فاتقة عبطات به اللي هاي الانتخابات عادة أقل فترة يقدر يعدلوا فيها 6 أشهر لكن هذه المرة قد يكون مجرد تحيين لأنه تم إعداد لائحة جديدة حتى التحيين الماضية هو التحيين والمولات مراجعة استثنائية هي التحيين وهي التحيين تطلب فترة وتعدال اللائحة تطلب فترة وتعدال اللائحة بصفة دقيقة فما تي فترة مملة للطعون فيها محدد 10 أيام وفهم فهم تعداد بطاقة الناخب وتوزيع أنا أعتقد من اللي لوش ياسر من الزمن ما قط وعدلت انتخابات عندها فسحة من الوقت يسمح لها بتعدل هذا السابق بس ما لقى من يذكره دائما يعود بعجلة ما يفوت عمل وقت وبالتالي ينعكس على العمل وجود الانتقادات أنا أعتقد عن الحال اللائحة الانتخابية عن لاحقها تبدأ تحيّر أنا تأخرت وكل يوم من التأخر انعكاساته السلبية تقبل قد شهر وبالتالي أعتقد عن هذه المرحلة دي من ثم هنا تسأل بعض عن دور المجلس الدستوري في العملية
نعم. مجلس الدستوري طبعا يشرف على العملية وهو قاضي الانتخابات خارج الانتخابين. المجلس الدستوري عنده فيهم دور كبير، الانتخابات الرئاسية والاستفتاء عنده فيهم دور يتدخل فيهم. هو طبعا المجلس الدستوري يشرف على العملية ويلزم بل يلزم الحكومة أن تستشيره في كل ما يتعلق بالانتخابات، الانتخابات الرئاسية وعنه من اللي يالله يمشي هو ممثلين له على مستوى كل مقاطعة، نعم، ويالله يحضروا لمركز النتائج على مستوى المقاطعات. وطبعا هو اللي يعلن النتائج، نعم، وهو اللي قاضي الانتخابات عنده فهم دوره إلى جانب. وطبعا شروط قلت لي اللي نعم. تروح الترشيحات، نعم، هاي انتخابات، هي انتخابات الوحيدة اللي يمكن فيها الترشح فيها مستقلة. أنا ما لابد انتخابات كامل الأخرى بدون استفتاء، لابد من يعود يترشحات باسم حزب معين. ذي الانتخابات مسموح فيها بأن يترشح لها حد مستقل، نعم، وطبعا يشترط فيه نعود ولد مسلما ويشترط فيه أن يعود عنده 40 على الأقل، نعم، و75 على الأكثر، نعم، ليوم الاقتراع معناها اللي هي 22 لبيب والله 22 يعود في اليوم عنده 40 تامة ويعود عنده ما يزيد مرة 85 تامة. وطبعا لابد من تسكية الترشحات من قبل 100 مستشار بلدي فيهم 5 عمد، نعم، ويعودوا يمثلوا أكثر من نص الولايات. وطبعا لابد من يطرح 5 ملايين قديمة كوسيوم ولا ترتدموا لحد عنده 3% من صوت معبرة. أنا والانتخابات الرئاسية اللي ذكرونا تمان هي الانتخابات الوحيدة اللي يعتبر فيها الصوت الحيادي لاغيا، معناها الصوت الحيادي، نعم، صوت معبر عنه في جميع الانتخابات يكون، نعم. كسؤال أخير، نعم، كسؤال أخير، إذا علمنا اليوم الذي سيتم فيه الانتخاب انطلاقا من اليوم الذي سيتم فيه استدعاء هيئة الناخبين، لكن هل يلزم الدستور الموريتاني تاريخا محددا لاستدعاء هيئة الناخبين؟ قلت بأنه بمنصب رئاسي؟ لا، هو ما قلت لك، قلت لك بأن الدستور يحدد فترة معينة 15 يوم، لا يحدد اليوم، يحدد الفترة فقط، يحدد يقول يجب، يقول يتم انتخاب رئيس الجمهورية جديد قبل انقضاء فترة المأمورية الرئيس الحالي فترة 45 يوم على الأكثر و30 يوم على الأقل سبب وفيان المأمورية. ولي قلنا عنه توفي يوم 1 غشت منتصف الليل بهذه السنتات يوم 2 غشت اليوم 14، ذيك الفترة فيها 15 يوم، ذيك 15 يوم قلت لك عنها. بما أن يوم الاقتراع يتم تحديده في المرسوم القاضي باستدعاء الناخبين 60 يوما، لا ذاك اللي قلت لك عنه، ذاك المرسوم هو اللي حدد يوم الاقتراع، نعم، يقد عدل الاثنين والثلاث اليوم عدل يوم الاثنين، نعم، لغير العاده. بما العاده ان اجراء انتخابات عندنا يوم السبت وعندنا يمشي عليك العاده، لا يعود الى انتخابات الرئاسيه تخلق بين يومين، اما يوم السبت 22 يونية والله يوم السبت 29 يونية، نعم، فهم؟ واضح. قلنا هذا دستوريه ما يقدر، معناها ما يقدر يعدل في شيء خاطئ يكره 15 يوم، غير يقدر يعدل ذاك اليوم لا يحدد مرسوم القاضي في الناخبين، ولا قدرنا احنا نقول لا يعدل يوم السبت 22 بتقديرته. اول الفتره الفاصله بين استدعاء هيئه الناخبين ويوم الانتخاب 60 يوما، اليس كذلك؟ نعم، ومن ثم دخل القانون، نعم، يقول عن يتم استدعاء هيئه الناخبين بمرسوم الرئاسي يصدر على الاقل 60 يوم قبل يوم الاقتراع. واضح. يخلي عنه فترة تاريخ انتهاء المأمورية يقيس الاقتراع من مرة، ومن ثم يصل للمراحل اللي. إذا شكرا جزيلا لك الخبير الانتخابي المستقل محمد المسيدي الملقب بدنا، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج الحدث على شاشة الساحة، إلى اللقاء.